الآن السيد بافل شاب يمتلك القدرة والرؤية على إدارة المشهد وهذا الصراع الذي حاصل، سواء الصراع الذي حاصل في داخل السليمانية وفي بيت الاتحاد الوطني الكردستاني والخلاف مع الديمقراط الكردستاني. الرجل عنده القدرة على إدارة هذا الصراع. أولا هو مو شاب 48 سنة، مو هو شاب، مدري احنا كبرنا. لا احنا شوي كبرنا، شوي كبرنا، وإلا 48 سنة رجل كامل يعني. لا يعني شباب، أنا أقصد روحية الشباب، شباب كعقلية. شباب كعقلية أي يعني، هذا اللي يعني. هل هو لديه القدرة على تصحيح مسار الاتحاد الوطني الكردستاني أم لا؟ ليش ما يصححها إذا عنده قدرة؟ وأنا أسألك أكل وما أكل، ليش ينتظر؟ شو السبب حتى ينتظر؟ حلو هذا الجواب المبطن. ها؟ ليش ينتظر؟ أنت شو تقول؟ أنا أقول إيش قد ما عنده قدرة وظفه، أكثر من هذا لازم نحيل إلى الزمن. طيب أنتم تراقبون، يعني عندكم تجربة سياسية وعندكم تجربة نضالية ولديكم حرص على المشهد وعلى أهلكم، وقد ابتعدتم بقرار منكم، لماذا لا تعودوا من أجل مصلحة الناس؟ ما مستعجلين. نحن نخاف، نحن نخاف جدا جدا، خاصة شخصي يعني والرفاق اللي يفكرون مثلي، نخاف بأنه نلح على تحمل المسؤولية أكثر من اللازم، نواجه مشكلة كبيرة ويسبب هذا إلى انشقاق. نتجنب الانشقاق إحنا. ما هو بوادر الانشقاق قد بدأت. يعني بدأت شيء وتحدث شيء آخر. لا ما هو هي كل شيء يبدأ في بداياته. طبعاً. مثل ما قلت أنا بمقدمتي، إذا ما تبدأ الحل من البدايات يعني قد تكون بالمنتصف أو النهاية صعب، ولذلك هي هذا مساوئ التجربة العراقية. إحنا نتصور يا عزيزي بأنه كردستان والعراق على أعتاب انتخابات جديدة. في هذا الانتخابات، في هذا الانتخابين عراقي كردستاني، سوف يخلق حالة موضوعية. المسار السياسي يبتعد عن ما أقول أو ما يقال، تتهيئ حالة موضوعية تتحكم بنا جميعا. أتصور بأنه إذا فاز الاتحاد، حالة موضوعية تتحكم بنا كلنا إذا فاز الاتحاد الوطني الكردستاني بمقاعد أكثر من ذلك المقاعد، يجب نحن أن نراجع سياساتنا. نحن اللي لحد الآن نراقب الوضع، مو واحد واثنين، بالمئات من الرفاق. تراجعون بالندم؟ لا مو بالندم، ولا بحالة انتقادية شكوبي. يعني النقد الذاتي شيء عيب بالسياسة أو واجب؟ هذا وهذا قناعة معرفية. أنا أحترم هذا. ها؟ أحترم هذا. وأخي سلام وسلام، وأنا أؤمن بهذا. أنت تحترم، أنا أؤمن به.